أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر معالي الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة لحضور حفل افتتاح مؤتمر البحرين الأول لطب الطوارئ الذي تنظمه جمعية الأطباء البحرينية برعاية كريمة من سموه. وفي تصريح له بهذه المناسبة نقل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة تحياتي وتقديري صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين فيه وتمنية سموه لهم بالنجاح والتوفيق في تحقيق غايات وأهداف المؤتمر في تعزيز الخدمات الطبية والعلاجية وبخاصة في مجال طب الطوارئ. وأكد أن الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية وتحديثها وفق أفضل المعايير العالمية يحتل أولوية متقدمة في جهود حكومة مملكة البحرين. وأشار إلى أن مملكة البحرين تمتلك خبرات واسعة في مجال طب الطوارئ وتسعى بشكل مستمر إلى تطوير المبادرات الهادفة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة من قبل أقسام الطوارئ، ونوه إلى تدشين مركز الإسعاف الوطني والذي يمثل خطوة نوعية متقدمة في تعزيز خدمات الطوارئ في المملكة من خلال ما يوفره من استجابة سريعة لحالات الطوارئ الطبية. من ناحيتها أشادت الدكتورة غادة محمد القاسم رئيسة جمعية الأطباء البحرينية في كلمة لها في افتتاح المؤتمر برعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبأهمية استضافة هذا الحدث الطبي الذي سيحاضر فيه أطباء طوارئ متميزون جاءوا من دول عديدة للمساهمة بخبراتهم وعلمهم في إثراء نقاشات المؤتمر. من جانبه أشار رئيس رابطة طب الطوارئ البحرينية رئيس المؤتمر الدكتور صلاح الغانم أن المؤتمر يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات المحلية والعالمية بما يستجد من أبحاث في مجال طب الطوارئ وفروعه المختلفة. من خلال المحاضرات والمنشورات العلمية والفلمية وحلقات المناقشة والتي ستعقد خلال أيام المؤتمر. هذا ويهدف مؤتمر البحرين الأول لطب الطوارئ إلى تبادل الخبرات والمعرفة العلمية وتشجيع التعاون العربي والإقليمي في مجال طب الطوارئ والتأكيد على أهمية البحث العلمي ودوره في تحسين المستوى العام للخدمات الصحية في البحرين بشكل خاص وعلى المستوى الإقليمي والعالمي بشكل عام. الطوارئ الحقيقي والحقيقه مثل ما قالوا انه يعني التدخل في الحالات الحرجه بالنسبه للانسان لما يصيب بمرض حاد او حادثه، وهذه طبيعه طب الطوارئ كخدمه طوارئ في البحرين. لما يكون عندنا هذه الخبره الموجوده من جميع بلدان العالم اليوم وهم عامه يجتمعون على محاور رئيسيه تناقش في اعلى الدول عامه العالميه بتعطي نوعيه كبيره جدا للخدمات المقدمه، ولعل مثل هالمؤتمرات تجمعنا كل الخدمات سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى على مستوى دول الخليج العربي مثل ما شفناها اليوم. هذا التجمع بيعطينا زخم كبير جدا فيما يؤدى للمواطن.